يقول أعاني من السحر وسبب لي الكثير من الأمراض العضوية والعصبية، والآن أخذ علاجا طبيا وأيضا أتعالج بالرقية الشرعية. سؤالي، عندما أتناول حبوب الأعصاب تسبب لي الخمول والتراخي في الأطراف ولا أستطيع المشي أحيانا، فهل من نصيحة؟ وأرجو الدعاء لي، جزاكم الله خير. نرجو الله جل وعلا أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. وأما مسألة مضاعفات الدواء، هذا تراجع الأطباء اللي صرفوا لك الدواء، تراجعهم فيه لعلهم يجدون لك مخرجا من هذا الشيء. نعم.